بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز اتكلم النهارده على موضوع مهم جدا، الا وهو ال 5G deployment options. طب في ناس طبعا ممكن تكون عارفه الموضوع ومتخيل ان انا هدخل في الاوبشنز نفسها واشرحها. لا، انا مش بتكلم على الاوبشنز نفسها، انا بتكلم يعني ايه اوبشن اصلا، خلاص، وليه محتاجينه. هنسأل سؤال ونقول ايه، هل ال 5G سيستم له شكل واحد في تنفيذه او تركيبه؟ الإجابة لا. يعني أنت عشان تنفذ ال 5G سيستم مش هتحتاج تعمله بشكل واحد فقط، لا، عندك أشكال متعددة. اسمه ايه؟ أوبشن. ديبلويمنت يعني ايه؟ كلمة ديبلويمنت يعني ايه؟ تنفيذ، صح؟ فأنت عندك كذا اختيار، كذا أوبشن في تنفيذ ال 5G. طالما أوبشن في تنفيذ، يبقى بيزد على ايه؟ بيزد على احتياجاتك. احتياجات مين؟ الأوبريتور. أوبريتور إكس احتياجاته غير أوبريتور واي. الاوبريتور ده في نفس الاوبريتور ده لو موجود في اكتر من دولة، هيبقى الاستراتيجي بتاعته او التخطيط بتاعه او رؤيته في الدولة دي غير الدولة دي، مع ان هو نفس الاوبريتور. فالايه النيدز، الاحتياجات هي اللي بتجايد الايه البيزنس زي ما بنقول. بص كده، احنا ضربنا قلنا سؤال وقلنا اجابته، تمام؟ قلنا ايه، هل ال 5G سيستم له شكل واحد او طريقة واحدة في تنفيذه او تركيبه؟ لا، عندك ايه اوبشنز، اشكال مختلفة. بص يا سيدي، في ال 4G سيستم زيه زي اي سيستم، مكون من جزئين رئيسيين. ايه هما؟ جزء راديو وجزء اخر كور. اي سيستم موبايل كده، حتى ال 2G، حتى ال 3G، حتى ال 4G، حتى ال 5G، هتلاقي فيه جزئين دايما، جزء راديو وجزء كور. جزء الراديو ده اللي هو كان عندنا اسمه ايه، اللي احنا بنسميه ايه، احنا كنا بنسميه الاكسس نتورك. انا متركت مصطلحات معينة عشان انا عاوز استخدمها في الكلام النهاردة على 5G. جزء الراديو اللي هو جزء الاكسس نتورك يعني ايه؟ يعني الموبايل وانس ان هو عاوز ياكسس النتورك بتاعت ال 4G، الجزء الراديو ده هو اللي بيتعامل معاه. طيب الكور بتاع ال 4G سيستم كان بيطلق عليه ايه؟ كان اسمه الاي بي سي. الاي بي سي يعني Evolved Packet Core. سؤال، ال 4G سيستم عشان تنفذه لازم تعمل ايه؟ لازم تركب جزء الراديو بتاعه، وكمان لازم تركب جزء الكور بتاعه. يعني انت عشان تعمل السيستم ده لازم تركب ده، تنفذ ده، وتنفذ ده الاتنين مع بعض. كده انت نفذت ايه؟ ال 4G بشكل كامل. هل في اوبشن تاني يعني؟ لا، مفيش اوبشن تاني. هو كده، هو ال 4G سيستم لازم تركب جزء الراديو بتاعه. اللي بيفهم التكنولوجي بتاعت ال 4G بيفهم بقى الاو اف دي ام اي، ويفهم كل الحاجات المتعلقه بيه، وجزء الكور اللي هو الايفولفد باكيت كور. هنسأل سؤال، هل ال 3G سيستم لو انت عاوز تركبه، ماشي، 3G سيستم محتاج ايه؟ محتاج برضو جزء الراديو بتاعه، ومحتاج جزء الكور بتاعه. جزء الراديو بتاعه اللي هو كان ايه؟ كان النود بي والار ان سي، دول الراديو. والكور كان الكور بقى بتاعك اللي هو الاس جي اس ان والجي جي اس ان والام اس سي والجيت واي ام اس سي، صح؟ فهل ينفع انك كنت تعمل 3G سيستم بدون الحاجات دي؟ مش هينفع، لان 3G سيستم اداؤه كده، لازم تركب جزء الراديو بتاعه ولازم تركب جزء الكور بتاعه. طيب انما ال 5G مش كده، ال 5G زيه زي سيستم ال 4G، زيه زي اي سيستم اخر اهو، برضه له جزء راديو وله جزء كور. الراديو اللي هو جزء الاكسس نتورك بتاع ال 5G، يعني لو حد معاه موبايل وعاوز ياكسس النتورك بتاعت ال 5G، جزء الراديو ده هو اللي بيتعامل معاه. وجزء الكور اللي هو الكور اللي هو ال 5G كور. طيب بالمناسبه، جزء الراديو ده له اسم كمان في ال 5G، اسمه النيو راديو، مجرد اسم حتى بيختصروه كده. جزء الكور له كذا اسم، ممكن تلاقيه مثلا مكتوب ايه 5G كور، ماشي، ممكن تلاقي مكتوب اسم اخر اللي هو ايه NGCN، يعني Next Generation Core Network. كلها مصطلحات لنفس الحاجة. سؤال بقى بنقول دلوقتي، 5G عشان تنفذه هل لازم زي ال 4G، لازم زي ال 4G او حتى زي 3G او اي سيستم اخر، لازم تستعين انك انت لازم تركب جزء الراديو زائد جزء الكور بتاعه ال 5G كور؟ بس خد بالك ال 5G كور مختلف عن اي كور قبل كده. لا، عادي. يعني ايه عادي؟ يعني انت ممكن تركب جزء الكور فقط، سوري، انت ممكن تركب جزء الراديو فقط.
طيب وممكن لا ممكن تركب جزء الكور بس، في اوبشنز كده، في اوبشنز انت مستخدم الكور بتاع الفايف جي بس ومطور الراديو بتاع الفور جي. يعني الفايف جي سيستم جاي بانك انت مش شرط عشان تدخل الفايف جي انك انت الديبلوي ده زائد ده. هتقول لي يعني ايه؟ يعني انا مثلا افرض مثلا ساي عايز ادخل اركب جزء الراديو بتاع الفايف جي، هل كده انا اسمي دخلت الفايف جي؟ اقول لك اه. هتقولي طب ما هو اي راديو محتاج كور، هقول لك ما انت هتستعين بالكور بتاع الفور جي اللي هو ده. طيب هتقولي ايه؟ طب لو انا مثلا عاوز اركب الفايف جي، هل ممكن اركب الفايف جي كور عشان استفيد بمميزات والفول باور بتاع الفايف جي من خلال الكور استخدم الفايف جي كور؟ هتقولي اه. هقول لك اه. طب فين الراديو بتاعه؟ الراديو بتاعه ممكن يكون الفايف جي نفسه، او ممكن تستخدم الراديو بتاع الفور جي بعد ما تطوره. ماشي، خدوا بالكم يا جماعة، هي مش مصطلحات، هو الاسم يشمل تحته كابابيلتيز معينة. تمام، يعني اكيد الفايف جي كور مختلف خالص عن الاي بي سي، مختلف عنه في الامكانيات، في الفيتشرز، في كل الحاجات دي. خلاص، نفس الكلام الراديو بتاع الفور جي يختلف عن الراديو بتاع الفايف جي، بس ده موجود. ده موجود اللي هو ايه؟ ان ما عادش الفايف جي انك لازم تركب الفول سيستم على بعضه كده، اللي هو جزء الراديو بتاعه وجزء الكور بتاعه. واخد بالك ازاي؟ وخد بالك ده اول سيستم يحصل فيه كده، ما حصلش الكلام ده قبل كده. فمن هنا بقى دخل ان انت عندك ايه بقى احتمالات. يعني انت طالما هتركب الراديو فقط بتاع الفايف جي، طب ما هو محتاج له كور، ممكن بقى تستعين بالكور بتاع الفور جي. لو الكور بتاع الفايف جي هتستخدم، ممكن تستخدم الراديو بتاع الفايف جي او ممكن تستخدم الراديو بتاع الفور جي. فعندك ايه بقى هنا؟ اوبشنز واختيارات واحتمالات على حسب انت عاوز ايه. يبقى الفايف جي كده، الفايف جي كده نازل بشكلين في التنفيذ بتاعه، شكلين بشكل عام كده. ايه هما؟ شكل اللي هو بنسميه ستاندالون، وشكل اخر اللي هو نون ستاندالون. اكتبها لك، او نون ستاندالون. ستاندالون يعني ايه؟ ستاندالون يعني سيستم قائم بذاته، يعني مش محتاج حاجة من حد. يعني مثلا لو سألنا سؤال، هل الفور جي ده ستاندالون سيستم؟ اه ستاندالون سيستم. ليه؟ لانك انت الفور جي عشان تنفذه لازم تركب جزء الراديو بتاعه ولازم تركب الكور بتاعه. انت محتاج حاجة من حد؟ محتاج حاجة من سيستم تاني؟ لا، انت مش محتاج حاجة من حد. يعني نقول مثال بشكل عملي اكتر، لو اوبريتور اكس ماشي عاوز ياخد لايسنس ان هو يشتغل في دولة ما، لسه جديد على الدولة عايز يشتغل بيه، هل ينفع يشتغل بالفور جي بس؟ اه ينفع يشتغل بالفور جي بس لو هو عاوز. فده معنى كلمة ان هو ايه؟ ستاند الون سيستم، مش محتاج حد. لو قلنا مثلا سي 3 جي ستاند الون سيستم، اه ستاند الون سيستم. ليه؟ لان انت عشان تنفذ ال 3 جي سيستم محتاج جزء راديو وجزء الكور. جزء الراديو بتاعه اللي هو الايه؟ النود بي والار ان سي. جزء الكور عندك اتنين كور في 3 جي، كور سيركت سويتشنج وكور باكيت سويتشنج. كور سيركت سويتشنج اللي هو عباره عن الام اس سي والجيت واي ام اس سي. الكور بتاع 3 جي الباكيت عباره عن جزئين، اس جي اس ان وجي جي اس ان. فانت عشان تنفذ ال 3 جي لازم تركب كل دول، لازم. فبرضه لو اوبريتور عاوز يفتح 3 جي فقط هيفتح 3 جي فقط، مش محتاج حاجه من حد. نفس الكلام في ال 2 جي. انما ال 5 جي لا، انت ممكن تستعين بغيرك، ممكن تستعين بسيستم اخر، وهو الحقيقه هو ال 4 جي فقط. طيب يبقى ستاند الون معناها 1 رات. كلمه رات يعني راديو اكسس تكنولوجي، يعني الجزء الراديو بتاعك هو ال 5 جي فقط. يعني بص، يعني شايف ال 5 جي ده، لو انت هتركب جزء الراديو بتاعه اللي هو نيو راديو وهتركب جزء الكور اللي هو الفايف جي كور، كده انت ايه؟ اهو راديو واحد فقط اهو، مفيش راديو تاني، هو راديو واحد بس اللي هو الفايف جي راديو اللي هو نيو راديو. ده معنى كلمه رات. كلمه رات مشهوره طبعا، معروفه للناس، راديو اكسس تكنولوجي، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه هي الراديو اكسس تكنولوجي في حالتنا اللي هو نيو راديو. الاوبشن الثاني او الـ مش الاوبشن الثاني، التصنيفه الثانيه او الشكل الاخر اللي ممكن ياخده تنفيذ الفايف جي، الا وهو النون ستاند الون. لا بقى، انت مش هتبقى ستاند الون، انت هتبقى معاك حد. مين الحد؟ هو الفور جي سيستم. كده معاك ايه؟ كده معاك مالتي رات، ماشي، اللي هو مثلا الفايف جي والفور جي. طيب ستاند الون مفهومه انك انت هتركب جزء الاكسس بتاع الفايف جي مع جزء الكور بتاع الفايف جي، كده انت عملت الستاندالون. طب ايه النون ستاندالون بقى؟ النون ستاندالون بقى مجموعه اوبشنز مختلفه بقى. مره انت تحط الايه؟ الجزء الاكسس بتاع الفور جي دوت ماشي مع جزء الاكسس بتاع الفايف جي ومستخدم الاي بي سي. ما احنا اتفقنا نون ستاندالون
يعني انت عندك مالتي رات، يعني انت هتلاقي الراديو بتاع ال5G وهتلاقي الراديو بتاع ال4G اللي هو الراديو ده والراديو ده، تمام؟ هتختلف بقى على حسب ايه الكور، طبعا اختلافات كتيرة، بس يعني انا بكلمك بشكل عام. ممكن تنفذ يكون التنفيذ يعني احد الاوبشنز انك انت الراديو ده مع الراديو ده ومستخدم الاي بي سي اللي هو الكور بتاع ال4G. في لا ممكن اوبشن تاني ان ال4G راديو موجود وال5G راديو موجود وانت دخلت ال5G كور، تمام؟ وهكذا. فانت بتدخل في ايه، في كذا احتمال. فكده الاوبريتورز عندهم ايه، عندهم شكلين مختلفين ازاي هو ينفذ ال5G. هتقولي طيب هو ليه اتعمل كده؟ اتعمل كده عشان اسباب كتيرة، من ضمنها مثلا انك انت عندك اوبشنز، عندك سوري يوز كيسز مختلفة لموجودة، يوز كيسز اللي هو ال5G يوز كيسز. ال5G يوز كيسز اللي هو ايه، انت هتستخدم ال5G ليه، ايه اليوز، ايه اليوسج بتاعك. يعني انا اوبريتور فودافون في مصر وهو هو برضو اوبريتور فودافون برضو بس في انجلترا، هو هيستخدم ال5G في انجلترا بشكل مختلف عن 5G في مصر. الاحتياجات بتاعت الاوبريتور ده هو في مصر غير الاحتياجات بتاعت الاوبريتور ده في انجلترا. فهو الاستخدام بتاع الاوبشن هو اللي هيجايد، او هو اللي هيبقى دليل للاوبريتور ده ان هو ينفذ ال5G ازاي. يعني هي في الاخر يا جماعه احتياجات needs. فانت عندك 3 كيس 3 يوز كيسز، كل الاوبشنز كل الاستخدامات بتاعت النتورك هتدور حواليه. ايه الاوبشنز دي؟ اول اوبشن طبعا هم معروفين، يعني اللي هو اوبشنز، الاوبشنز اللي هي بالتارجت او يوز كيسز بالتارجت حاجه اسمها الاي ام بي بي. اي ام بي بي يعني انهانسد موبايل برود باند، اللي هو الحاجات او السيرفيسز اللي انت محتاج فيها داتا ريتس عاليه. انهانسد موبايل برود باند هنكتبها دي ايه، دي السيرفيسز اللي محتاجه من ال5G نتورك ان هي تكون بتسبورت سبيدز عاليه. زي مثلا انت سي مثلا مثال بسيط خالص، انت مثلا عاوز تداونلود فايل، فانت عندك سبيدز عاليه جدا تداونلود بيها الفايل. مثلا عايز تتفرج مثلا على حاجه على يوتيوب بسبيد عاليه جدا، فاهم؟ وهكذا، حاجات يعني سيرفيسز محتاجه سبيدز عاليه جدا. طيب لا، في انواع سيرفيسز تانية ماشي اليوز كيسز بتاعتها بتندرج تحت انك انت عاوز تتارجت منها حاجه اسمها يو ار ال ال سي. يعني ايه؟ الترا ريلايبل لو ليتنسي كوميونيكيشن. في سيرفيسز تانية او يوز كيسز تانية تندرج تحت ايه، حاجه اسمها ام ام تي سي، يعني ماسيف، خد بالك الحروف المكتوبه سمول سمول والكابيتال كابيتال، ماسيف ماشين تايب كوميونيكيشن اللي هي الماسيف اي او تي انترنت اوف ثينجز. يعني ممكن تسمي دي اسم اخر اللي هو الام اي او تي اللي هو الماسيف اي او تي. كويس، فانت عندك اليوز كيسز مختلفه، السيرفيس بتاعتك بقى تندرج تحت عيله من الثلاث عائلات دول. يا اما ان السيرفيس اللي انت هتأديها لليوزرز او للشركات او وات ايفر انت بتقدم السيرفيس لمين، هتندرج تحت الاي ام بي بي او اليو ار ال ال سي او الام ام تي سي. فممكن يكون اوبريتور في دولة ما هو استخداماته ناحية اليو ار ال ال سي والام ام تي سي قليلة جدا، فهو مش محتاج من ال5G امكانيات رهيبة فظيعة مثلا، فممكن يشتغل نون ستاندالون، يعني مش ما يشتغلش ستاندالون، يعني ما يعملش ال5G راديو وال5G كور، لا ممكن يعتمد على ال4G معاه. في لا سيرفيسز تانية، في اوبريتورز تانيين، زي مثلا اوبريتور مثلا زي تشاينا تيليكوم في او تشاينا موبايل في الصين، تمام؟ اوبريتور يا جماعه عنده كاستمرز او عدد مشتركين داخل في المليار، تمام، 900 وشويه على الرقم اللي انا كنت قريته اخر مره. فتخيل انت اوبريتور بالمنظر ده، اوبريتور بالمنظر ده اكيد مش هيقعد يفكر ان هو لسه يعمل نون ستاند الون. هو انا بكلمك بكلام عملي فعلا ده حصل، مش لسه بقى يعتمد على ال4G ان هو يسند معاه والكلام ده، هو عايز ال5G بالفول باور بتاعته، هو عاوز يستفيد بال5G بكل امكانياته، فهيركب ال5G راديو وال5G كور، وكمان عنده كل اليوز كيسز دي موجوده. اللي في الاخر اللي هيجايد ايه الاوبشن اللي انت هتنفذه، وسواء هو ستاند الون يعني 5G على بعضه كده كله ولا نون ستاند الون، اللي هيجايد ده ايه؟ اول حاجه اليوز كيس اللي انت عاوزها لل5G، عايز تستخدم ال5G ليه. كمان حاجه، ليه الاوبشنز بتاعت ال5G موجوده؟ عشان تخلي الميجريشن اتجاه ال5G
الميجريشن يعني ايه؟ انك خلاص بقى بتروح، كلمة ميجريشن يعني هجرة، انك رايح ناحية الفايف جي، بتخلي في عندك اوبشنز مختلفة متدرجة عشان الاوبريتورز ده تتابعها عشان تروح ناحية الفايف جي. زي ما قلت لك مثلا في الاوبريتور بتاع الصين ده، هو على طول مقرر ورايح ناحية الايه، الستاند الون سيستم، ومركب الفايف جي راديو، ومركب الفايف جي كور، لان هو خلاص هو احتياجاته كده. في اوبريتورز تانيين هيعوزوا برضو كده. خد بالك كل الاوبريتورز في الاخر، في الاخر في مرحلة ما هيحتاج ان هو يبقى عنده الفايف جي بالفول باور بتاعته بكل امكانياته، يعني عاوز يركب الراديو وعايز يركب الكور، لكن ممكن يوصل لده بشكل متدرج. اهي الاوبشنز بقى تساعده على كده. اهو بقى الميجريشن توردز الفايف جي ديبلويمنت هيتبع اشكال معينة في مراحل معينة. واخد بالك؟ ده فايدة ان انت عندك نون ستاند الون. فالميجريشن ده كمان، الميجريشن ده معمول بشكل اندبندنت. يعني ايه؟ يعني بص كده، يعني بنقول ايه؟ بنقول الميجريشن، او نقول ايه، اندبندنت ميجريشن towards ال5G deployment. يعني ايه؟ يعني انت عندك انك عشان تروح ناحية تركب ال5G، ال5G زيه زي اي سيستم، عبارة عن ايه؟ زي ما قلت لك عبارة عن جزء اكسس نتورك وجزء كور، صح؟ الجزء شوية الاولاني خالص قلتهم، تمام؟ اي سيستم 5G عبارة عن جزء راديو وجزء كور، صح؟ العلاقة بقى بين جزء الراديو وجزء الكور بتاع ال5G علاقة ايه؟ اندبندنت. ده المقصود بالكلام، علاقة اندبندنت. يعني ايه؟ يعني مستقلين عن بعض. يعني انت عادي ممكن تركب ال5G كور لوحده، ممكن تركب من غير الراديو بتاعه يعني، وممكن تركب ال5G راديو بدون الكور بتاعه في مرحلة ما. طبعا طالما انت اشتغلت نون ستاند الون كده، يبقى انت هتدخل معاك ال4G على طول من غير ما تفكر. فالعلاقة بين ال5G، العلاقة بين ال5G، بص كده تعالى نكتب، لو نرسم رسمة، يعني ان ده ال5G سيستم عبارة عن جزئين من جوه، اهو جزء اللي هو ال5G اكسس نتورك وال5G كور. العلاقة بينهم من بعض اندبندنت. يعني انت لو ركبت ال5G اكسس نتورك لوحده مش مشكلة، ما هتعرف تتغلب على المشكلة دي، انك انت تستعين بالكور بتاع ال4G اللي هو الاي بي سي، وممكن تستخدم ال5G كور مع الليجاسي نتورك اللي بتاعت الايه، ال4G. عايز اقول لك كمان ان، عارف، شايف جزء الاكسس نتورك ده، جزء الاكسس نتورك ده كمان ممكن يكون اي حاجة. يعني ممكن يكون تبع 3GPP، وممكن يكون مش تبع 3GPP، non 3GPP. هي مين 3GPP؟ دي اورجانيزيشن اللي عملت سيستم ال 3G وال4G، وكمان هي داخلة فيه ال5G. الموبايل نتوركس اللي عملتها ال 3GPP زي ايه مثلا؟ زي ال 3G، زي ال4G، ماشي، وهكذا. طيب في سيستمز تانية مش ال 3GPP اللي عاملاها؟ اه، زي مثلا زي الواي فاي مثلا. الواي فاي مش ال 3GPP اللي عاملاها؟ لا، مين اللي عامل واي فاي؟ الاي تريبل اي. هل بقى لو واحد ماكسس من خلال واي فاي، يعني مش ماكسس من خلال، مش من خلال 3G ولا 4G، ولا يعني جزء الاكسس نتورك بتاعك ده مش حاجه تبع 3GPP، لا ده واي فاي، هل ينفع لو انت كونكتد من خلال الواي فاي تروح تكلم ال5G كور؟ ما هو الاكسس نتورك بتاعك دلوقتي واي فاي، يعني مش 3GPP اصلا. هل ينفع تروح تكلم ال5G كور؟ اه، ينفع تكلم ال5G كور. ليه يا جماعه؟ ليه؟ لان شايف الانترفيس اللي رابط ال5G كور بالاكسس نتورك ده، الانترفيس ده ايه؟ الانترفيس ده بابليك، يستوعب اي حد. فهنا الاكسس نتورك بتاعتك تقدر تستوعب اي حد. حتى في اكسبريشن كده بيتكتب اللي هو ايه، بيقول لك ايه، ان ال5G is defined to be access network agnostic. كلمه agnostic اللي هو ايه؟ ملحد يعني، ماشي. فهو الملحد ملوش رب، ملوش حاجه يعني، تمام. فكأنه هو يعني اكسبريشن عشان يقول لك ان ال5G نتورك ملهاش اكسس نتورك ثابته، ممكن تتعامل معايا اكسس نتورك، وطبعا ده مقصود. طيب يبقى الخلاصه اللي انا عاوز اتكلم فيها ايه؟ ان انت عندك اوبشنز مختلفه في تنفيذ ال5G نتورك بيزد على ايه؟ بيزد على الاوبريتور والاستراتيجي بتاعته، وما مدى سهوله ان هو عاوز يدخل ال5G معاه من عدمها،
وما مدى النيدز بتاعته او احتياجاته وهكذا. ما احنا في الاخر انت مش هتيجي مثلا تركب 5G نتورك في مكان في دولة هو الناس اصلا ما معاش 5G مثلا ديفايسز مثلا، او استخدام ال 5G بالنسبة له يوزلس يعني، مش هيحقق من وراه ريفينيو، هيركبه ليه؟ فاهم؟ فانت اللي بيجايد دايما اي بيزنس، اللي بيجايد دايما اي ديبلويمنت او اي حاجة هو البيزنس، هو هكسب كام وهستفيد بالكلام ده ولا لا. عشان كده بقول لك ممكن تلاقي نفس الاوبريتور هو الاستراتيجي بتاعته في دولة ما مختلفة عن هو نفس الاوبريتور في دولة اخرى. فمن هنا بقى بيطلع ايه؟ بيطلع عندك كذا اوبشن وكذا تركيبة مع بعض بتطلع لك اختيارات مختلفة لتركيب ال5G بيزد على ايه؟ بيزد على الكلام اللي انا قلته. فانا هقول لك بس الاوبشنز اسمها ايه اللي موجودة. الاوبشنز اللي موجودة عندك، في اوبشنز اللي موجودة، في عندك اوبشن 1، في عندك اوبشن 2، في اوبشن 3. 3 ده نفسه متقسم 3 حاجات، يعني ممكن تنفذ 3 كذا او كذا او كذا، 3 نفسه او 3A او 3X، واخد بالك؟ يعني ايه؟ كأنه مشتقة من من العيلة بتاعت الثري، تمام؟ فعندك اوبشن اسمه 3A و3X. طيب في عندك مثلا اوبشن 4، اوبشن 4 ده نفسه جزئين برضو او تصنيفة تحته يعني 4 و4A. في عندك اوبشن مثلا 5، في عندك اوبشن 7، 7 ده برضو عامل زي 3 كده، 7 و7A و7X. طبعا كان في اوبشن 6 بس لا مش موجود دلوقتي، تمام؟ وهكذا. انت عندك الاوبشنز مثلا اوبشن 2 اوبشن 5 دول الستاندالون اوبشنز، ماشي؟ يعني مثلا اوبشن 2 ده انت مركب ال5G راديو وال5G كور، الاوبشن 5 ده انت مركب ال4G راديو بعد ما طورته مع ال5G كور. فدي كل الاوبشنز اللي موجوده. احنا بقى بنتكلمش طبعا على التفاصيل بتاعتهم، احنا بس بنقول لك ان في اوبشنز موجوده نتيجه كذا. هتلاقي اغلب الاوبريتورز اللي هم مش هيشتغلوا ستاند الون، هقول الجمله تاني، هتلاقي اغلب الاوبريتورز وهم اغلبهم، اغلب الاوبريتورز هيكون كده، اللي مش هيشتغلوا ستاند الون يعني مش هينفذ ده او ده، تمام؟ وسبيشالي ده، تمام، اللي هو ال5G ريديو وال5G كور، هيقوم يشتغل نون ستاند الون، صح؟ ما هو مش هيشتغل ستاند الون بقى، هيشتغل نون ستاند الون، يعني هيدخل فوق، يعني هيدخل على ال4G، هينفذ الاوبشن بتاع 3 ده، وسبيشالي كمان 3X. هو ده اغلب الاوبشن. طيب هتقولي طب ماشي، هو الاوبريتور مثلا هيدخل مثلا ينفذ اوبشن من اللي هم نون ستاند الون زي مثلا زي ما انت قلت 3X ده، هل هيفضل كده؟ لا طبعا، هو احتياجاته بمرور الوقت مع ال5G بتزيد، فمش هينفع ان هو يفضل مكمل على الاوبشن بتاع 3X ده اللي هو نون ستاند الون. فبيحصل بقى ميجريشن او ايه، او يفضل ينط كده ما بين الاوبشنز وبعضها بيزد على احتياجاته وبيزد على البيزنس معاه عامل ازاي. هما في الاخر كلهم عاوزين يروحوا ناحية اوبشن 2، ينفذ ال5G كامل اللي هو ال5G راديو وال5G كور. انا حاولت بقدر الامكان ان انا ايه ارسم لك صورة عامة كده ليه حاجة اسمها ديبلويمنت اوبشنز، وليه ال5G جاي بالشكل ده بحاجة هي ما كانتش موجودة قبل كده. ده بشكل عام كده، أرجو إن أنت تكون استفدت بالمحتوى. أشوفك إن شاء الله المرة الجاية.